85 لا لا لحمه كويسه الحمد لله، والثانيه نظافتهم ان بيحط لي في الشنطه بدل الاول وبعد كده احطها في السيسوا، كفايه النظافه رقابة على الأسواق والتحام بالمواطن لمعرفة احتياجاته وحل مشكلاته، حملات مكثفة لشرطة التموين والتجارة الداخلية على المجمعات الاستهلاكية للاطمئنان على توافر اللحوم وضبط الفاسد منها أو المهرب خارج منظومة الدعم. الحمد لله احنا ظبطنا ظبطيات كتيرة الفترة اللي فاتت، في خلال الأسبوعين اللي فاتوا ظبطين حوالي 140 طن لحوم، ما بين لحوم متهربة من المجمعات والشوادر المخصصة بوزارة التموين وما بين لحوم فاسدة، بيقوم ضعاف النفوس بإعادة تصنيعها لبيعها للمواطنين، وطبعا دي بتسبب الكثير من الأمراض اللي ممكن تؤدي إلى أضرار صحية جسيمة للمواطن المصري. الحمد لله في المكافحة قايمة بجهد كبير جدا، في سواء إدارة التحريات أو إدارة الدعم في مراقبة الحركة بالنسبة للحوم وبالنسبة للأسواق. تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار مهمة ليست بالسهلة، فالحملات المستمرة نجحت في خلق حالة من الرضا لدى المواطن لتوافر السلع بصورة كبيرة، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك. الدور اللي بتقوم به مباحث التموين دور قوي جدا ومطلوب في الوقت الحالي لضبط الأسواق وضبط الأسعار. اللحمة ب 85 جنيه الكيلو، بره ب 150. اللحمة متواجدة تنزل كل يوم 10 شقة و15 شقة، بس الناس كتير. لحمة موجودة وفي رقابة كبيرة قوي عليهم بصراحة، يعني في كل جمعيات. مجهودات مستمرة بمختلف قطاعات وزارة الداخلية حماية لحق المواطن في الحصول على الدعم وضبط المتاجرين بقوت الشعب.